نصبح معاكم على الشيف غالية. صباح الفل عليك يا جميل، نور والخير عليكم يا عاملة رب. ايه؟ الحمد لله بخير. يا ترى هناكل ايه النهاردة؟ اليوم رح نروح رحلة، هيك ما كنتوا عم تحكوا عن رحلة، فأنا رح أخذكم رحلة مشاوي اليوم. الله الله. فاليوم عنا شيش طاووق مع الرز المصفى بالبهارات، الله الله، ورح نقدم قدامه التبولة والعصير الليمون بالنعناع والبولوس. الله، ده عاملة يعني وجبة متكاملة. جميل. إن شاء الله. هتبدأي معنا النهاردة بطبق إيه بقى؟ أول شي رح نبدأ بالشيش طاووق. عنا كيلو من الدجاج المقطع شرائح كبيرة. طبعا الشرائح بقى قطع، طبعا قطع شيش طاووق كبيرة. الكمية حسب الرغبة، ممكن نقلل ممكن نقص، بترجع حسب الرغبة. أول شيء بنحتاج لها البهارات، هي معلقة كبيرة من الشيش طاووق، معلقة صغيرة من البابريكا. هو في توابل اسمها توابل شيش طاووق؟ في توابل شيش طاووق، بس ممكن نستغني عنها ونحن يعني نستبدلها بالبيت. هي مثلا من بودرة الثوم، بودرة البصل، الهيل، الزنجبيل، السبع بهارات، بهارات دجاج ممكن. فممكن في كتير بهارات تعطينا اياها، هي خليط متجانس مع بعضه بكميات متساويه. اكيد طبعا بيفرق في الطعام. هلا هو اذا انت عملتيها بالبيت وحطيتيها بمقدار متساوي فرح تعطيكي نفس يعني الطعم، بس اهم شيء تكون محطوطه بمقادير منيحه. معلقه كبيره من بهارات شيش طاووق، معلقه كبيره من الكزبره اليابسه. انا ذكرت قبل بهالمره انه دائما تتبيلات الدجاج الكزبرة اليابسة كتير تطلع معها طيبة، فأنا دائما اعتمدتها بهذا الأكلات. وأهم مكون كمان اللي أنا دائما بحب ضيفه هو البرتقال المجفف أو الليمون المجفف أو المبشور، ما في أي مشكلة، بس أنا بجففه قبل بوقت وبخليه يكون لكمية يعني مقدما دائما لما بساوي دجاج. وتوم، وعنا معلقة صغيرة من دبس الفليفلة. احنا معانا المقادير على الشاشه، اهي الشيش طاووق بالتوابل بتاعته، بالتوابل. وايه الاحمر ده؟ معجون الفليفلي. هي بابريكا. بابريكا. مفيش بصل بقى؟ لا، ما في بصل ولا ميه بصل. لا جديده دي. وعندي 3 معالق من الزبادي و3 معالق من الخل و4 معالق من الزيت النباتي. ماشي. اول شيء رح اضيف المكونات كلها مع بعض. كله مع بعضه. الفراخ دي مقدارها قد ايه؟ هلا هي كيلو من الدجاج ورح احط عليها 4 معالق. طبعا هي التتبيله يفضل عشان تطري الفراخ حتى لما تدخل الفرن ما تبقاش ناشفه، ما بتبقى ناشفه. هلا لحتى ما تطلع معنا ناشفه اهم خطوه هي نتبعها وقت بنحطهم بالفرن، كل شوي بندهن يلي عم الزيت السوائل او الزيت يلي عم ينزل من الدجاج ندهنهم بالفرشاي كل 10 دقائق. بنفتح اليوم ندهنهم، ما رح يطلعوا ابدا ناشفين. كل 10 دقائق افتح عليها الفرن وادهنها وتدهنيها. ما بتطلع بالصوص اللي نزل منها، يعني بالصوص اللي نزل منها. هلا نحن هي التتبيله يفضل نتبلها قبل بيوم احسن عشان تدخل جوه الانسجه وتبقى الطعم بيطرى الدجاج معنا اكثر. هلا بعد ما رح نتبلهم كثير منيح ونحاول يعني نخلي التوابل تغب كثير منيح، الاعواد الخشب لو بدنا نستخدمها بالبيت بنقعها حتى ما تحترق معنا. بالضبط. اول شيء بنحطهم على هذا الجنب، نرجع بنعكسهم لحتى يتاكد تماما انه امتصوا الماء، الخشب امتص لحتى ما يحترق يعني، وبيكون ممكن الدجاج لسه ما استوى. بالذات في المشاوي يعني شويه على الفحم بتلاقيها فعلا اتحرقت خالص، اتحرقت ولسه اللحمه او الفراخ ما استووش، بتبقى طالعه شكلها مش حلو. هلا انا صراحه دائما بفضل انه بدل شوي على الفحم يكون السياخ الحديد، لان على بين ممكن تكون النار حاميه زياده، ممكن تكون واطيه فبتتحمل يعني اكثر. اما حلاوه السياخ الخشب انك بتاكلي وترمي، انما الحديد لسه هنروح بيها ونقعد نغسلها. احنا عايزين نسهل على الاغسال، يا تسخين وتقولي مثلا بتشوي مروحه واخده الشوايه والحاجات دي كلها وتقعدي تغسلي ودهون بقى وبتاع. هي دي بقى اللي بتبوظ لك الخروج. هلا انت باكله مشاوي ما في مشكله انك تغسلي السياخ، خلص المهم تاكلي اكل طيب. هلا هون تبلناهم منيح. انا للمشاوي رح اضيف البصل شكل مع الدجاج، ورح اضيف الفليفله، فلفل اخضر واحمر، فلفل اخضر، ممكن نضيف طماطم، ممكن نحط المشروم. في ناس بتجيب البصل الصغير ده، البصل زي ما هو جميل قوي كثير فعلا طيب. وانا الصينيه اللي حطيتها عليهم حطيت عليها ورق الالمنيوم لحتى وقت بتنزل السوائل ما تحترق وتصير تطلع ريحه حرق بالفرن وهي بتكون ما استوت لسه. فبنحاول نحط عليها ورق الالمنيوم كثير منيح. حتى كمان الصوص بتاعها لما بينزل على ورق الالمنيوم لو انت عايزه تاخديه تحطيه في طبق
او برضه بيريحك من غسيل ودعك الصاج بعد كده. وكمان لو حطينا كمان بقى ورق زبده مفيش اي حاجه تنزل على الصاج، الصاجه تطلع كل شمعه منوره. ممكن ايه كمان تضيفي ورق زبده فوق الالومنيوم. انت حطيتي ملح دلوقتي بس لان هي ايه نسينا نقولها في الاول. طيب ورينا بقى كده عصايه او فنه يعني عمال اسمها ايه رصنا واحد عشان نشوف حاجه تشيش. هلا انا اخذتهم هيك. اول شيء رح ابدا بالبصل. دائما المشاوي بنشكها بشكل طولي لحتى ما تنزل يعني. يعني عندي هي قطعه الدجاج بنشكها بهذا الشكل بشكل طولي بنضغطهم مع الانسجه مش عكس الاتجاه، لانه وقت رح تستوي هي رح ترتخي فما عاد تقدري تكفي يعني استواءه. ومنشكل بهذا الشكل. اهم حاجه الالوان بصراحه، الاحمر والاخضر والابيض هي بتخلي شكل جميل قوي وبتخلي الاطفال ترغب بالاكل. يعني هم بيحبوا ياخدوا دي كده بنفسهم وياكلوها بتفتح نفسهم ممكن بالأكل. وطبعا اكيد هي انا الاكلات بحب ممكن تتجهز مسبقا تحطيها بالفريزر بالتبليه، انت بتجيبي كميه بالتبليون بترجعي وانت ما حبيتي انت بتنزليهم. صح فالاكلات اللي بتتحضر مسبقا كتير بتريح جدا جدا بصراحه. لما يبقى عندك طبقين شيش في الفريزر او البانيه او كده طلعيها على طول وخلاص. على فكره انا مطلعه النهارده عندك او مطلعه شيش توك قبل ما انزل. طب خلاص كده عرفت الفريزر لازم تتغدى ايه النهارده. تعملي مع ايه بقى، مكرونه ولا رز ولا ايه؟ هعمل سلطه ومش عايزين هم النهارده لا مكرونه ولا رز، هتاكلوا شيش مع سلطه بس. مع سلطه ولو عايزين بقى عيش ولا حاجه بس هم ايه يعني قالوا بقى اعملي حبه رياضه يا ضايع، اعملي حبه رز بسمتي هيبقى جميل مع الشيش توك ان شاء الله. اليوم احنا رح نعمل الرز المصفى. هذا الرز بيختلف شوي، هو رز بسمتي بس بيختلف بطريقه الطبخ. هذا الرز مشهور جدا بدول الخليج وبالرز الايراني والرز العراقي كثير جدا جدا مشهور. طب يلا بقى قول لنا الرز هيتعمل ازاي، ممكن تكملي بقى في ان شاء الله بتاع ده بعدين عشان ناخد معاكي الوقت ونقدر نقول للمشاهدين كل مكوناتنا النهارده. الرز رح نعمله بطريقه جدا سهله. اول شيء هو رز عادي، هو الرز المصري اللي هو الحبايه التخينه. لا الرز الكبسه. الرز تمام، الرز البسمتي. هلا انا الرز اول شيء رح نحط نشغل الفرن على حراره مرتفعه. الفرن عفوا الغاز. ممكن تشيلي الصاج علشان تقدري تشغلي البوتاجاز كويس. اكيد طريقته هو جدا سهله بس انه نتبعه كثير منيح. الطريقه هي انه اول شيء انا نقعته ومثل العاده دائما بحط له معلقه خل. الرز البسمتي بضيف عليه معلقه خل ده في النقعه بتاعته مع النقع بضيف عليه معلقه خل وبنقعه تقريبا ربع ساعه لنص ساعه على حسب كل واحد كل رز قديش بياخذ. هلا بقلي اول شيء البهارات بدون ولا نقطه زيت، يعني اذا انت عم تحطيها معنى صح تحميص. انت حاطه بقى ايه؟ حاطه ورق لورا، حاطه ورق بهان، حبهان ورق فلفل وقرفه هيل قرنفل وفلفل اخضر. بس انت جايبه القرفه اللي شكلها الاعواد. الاعواد انا وحاطه قرن فلفل عادي اخضر عادي، دي جديده بالنسبه لي كثير لذيذه. هلا بنحطهم احنا بهذا الشكل بنقليهم بنحمصهم تحميص نرجع بنحط عليهم المي. المي لازم تكون بنسبه اكبر من المي الاعتياديه. يعني تقريبا لكل كاسه رز بنضيف لها كاستين مي. نحن رح نتركه يستوي لمده يعني نسبه 95% بعدين رح نصفي هي المي ونتركه يتهدى ونضيف له معلقه واحده من الزيت. ممكن ما نضيف له زيت. هو اسمه هذا رز مصفى بالبهارات. تمام. فممكن نضيف له كمان الماجي الابيض كمان مشان يحافظ على لونه، بيكون بهذا الشكل ونكهته ماجي. اللي هي اسمه ماجي ابيض. ايه الماجي الابيض اللي هو اللي مكعبات مرقه الدجاج؟ مكعبات يعني بس ابيض يكون ما له لون مشان يكون لون الرز اللون بتاعه. انت مش تلونيه اصلا. انا رح لونه اكيد بالزعفران. بالزعفران رح احط عليهم، ما بدي ملون طعام مشان ما يعطيني لون قوي، رح لون جزء بسيط منه ليعطيني بس شويه لون اصفر. انت عايزه يعني لون صف اصفر مع لون ابيض كده؟ مع لون ابيض. طب لو ما فيش زعفران عشان غالي على الناس ممكن نستخدم ممكن ملون الطعام او ملون الطعام. هلا الكركم بيعطينا غير نكهه. ملون الطعام اللي استخدمناه بالمندي ما في عليه اي مشكله. ممكن نرجع نستخدمه. هلا انا حطيت البهارات ورح حمصهم لحتى تطلع ريحتهم. تحميص من غير زيت. طبعا نحن وبعد ما يكون هيك بلش يستوي شوي او غلت المي بنفتح هي بتكون طريت وبنفتحها لحتى تتخلى شوي الطعمه.
اه. طب هو من غير زيت الحاجه دي مش ممكن تتلسع او تعمل ريحه مش حلوه؟ تطلعش اللي انت عايزاه منها الريحه ما تكونش طالعه كويس؟ لا لا ابدا ما رح تلسع. انت اهم شيء تضلي تحركيها، انت عم تحمصيها تحميص بس بتعطيكي ريحه زياده مثل كانه هلا هي صارت فريش وحمصتيها. طبعا التحميص بتاع التوابل بيغير طعمها وبيخليها تنزل الريحه وتضيفي لها شويه زيت بهي المرحله وتحطي فوق المي وبعدين تضيفي. بس انا ما بدي يعني بدي يكون الرز كثير خفيف. هلا هذا بالخليج اسمه رز نثري، يعني تنثري نثر عرفت مفلفل زي بالمصري كده. إيه؟ إيه؟ يعني انت مش تحمري الرز، انت هتحطي الميه على البهارات وتحطي الزيت في الاخر خالص بالاخر. وممكن ما تضيفي وما رح يفرق عليك كتير الطعم، يعني ممكن بس تضيفيه مشان اللمعه. في بعض الناس بتعمل رز الكبسه اصلا بالطريقه دي، بس بدل اللي انت بتعمليه ده بتجيب الشوربه، شوربه بتروح منزله البتاع فيه من غير ما تحمره. بس الشوربه اللي هي كانت حاطه فيها توابل الكبسه بقى الليمون والحاجات دي فبتخلي طعم وريحه الرز جميل. تحط الرز شفتي بالمندي اخذنا من ميه الدجاج وحطيناها، وبالكبسه ممكن نتبع نفس الطريقه. بس بهذا الرز، هذا الرز كمان مناسب جدا لاهل اصحاب الدايت. بتصفي انت وقت صفيتي المي راح تكل النشويات، فلو حياكل رز ما راح يعود في نسبه نشويات كبيره كويس، فراح يكون اخف. تمام كمان فينا يعني نعمله. حاسه هي ريحه التوابل بدا يبان. وبعدين راح نحط عليه مي سخنه، بس تسخن المي راح نضيف عليه الرز. حلو جدا. طيب تمام جدا. انت تعملي النهارده التبوله وجايبه بقى رمان النهارده بمناسبه دخلت الشتاء. الرمان دلوقتي بدا يطلع. انا كتير يعني ما صدق انت يجي موسم الرمان ندخله بوصفاتنا. يعني هو قديش مناسب للي ما بنقصه جدا مننا في شهر التوعيه سرطان الثدي برضو من الحاجات المفيده جدا. عن جد كتير له فوائد، فلو ندخله كمان بالاكل بالعصائر، عصير البرتقال مع الرمان بهلا موسمه كتير منيح. واليوم بتعرفي انه احنا هلا بموسم مرض، الله يبعد عنا المرض والتعب ان شاء الله، رح نعمل عصير الليمون بالنعناع بيقوي المناعه. طبعا فكمان كثير بيقوي المناعه، وهلا موسم الشتاء وموسم كمان امراض، فبيكون يعني كوقائي بما انه في نعناع وليمون. اكيد. اهلا بكل مشاهدينا مره تانية، والحقيقه حابين تنويه لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي سواء عبر الشاشه او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان برنامج حياه الناس ان شاء الله اليوم اللي بيقدمه الزميل حسام الشرباجي ان شاء الله هيعرض فيلم وثائقي تحت عنوان ايام السيسي، فدعوه لكل حضراتكم تتفرجوا على الفيلم النهارده، وطبعا نسعد بتعليقاتكم وارائكم باذن الله. باذن الله. خلينا نرجع للشيف غاليه. هلا بعد ما خلصنا من شكل الدجاج او شيش طاووق حطيتهم بالفرن. أيوه. على حراره مرتفعه تقريبا من 200 ل 250 على حسب كل فرن. أيوه. وضليت عم اقلبهم وعم بدهنهم من السوائل اللي عم تنزل من البريش. ايوه واستوى كده. وهيك استوى جميل. تمام. هتعملي له بقى الدخنه بتاعه انت حطيتي هنا ولا هناك؟ لا رح اترك كل حد ما وقت التقديم. وقت التقديم. طيب اطفي الفرن بقى علشان ايه ما يتلسعش. هتعملي معانا بقى سلطه الفتوش؟ لا التبوله. هلا بس الشيش طاووق بدي دخنه بالفحم لحتى ياخذ نكهه الشوي. هلا التبوله هي يعني اكل قدام المشاوي كثير طيبه. طبق سلطه. السوريين معروف عنهم هم شاطرين قوي في السلطات. يعني المقبلات عندكم ما شاء الله غنيه وكثيره وطعمها لطيف قوي. اكيد ان شاء الله هيك بنقدم شغلات كثير حلوه. هلا اهم شيء بالتبوله لحتى نحافظ على قوامه انه ما ينزل له سوائل، يلي هو انه البرغل، طبعا نحن بنضيف له برغل انه ينقع بميه الليمون، يعني ما نغسله بمي ونرجع بننقعه، نغسله بننقعه بعصير الليمون الحامض. لا احنا عايزين نفهم منك كده الموضوع بسلاسه وشويه يعني ببطء كده عشان نستوعب. المقادير نزلت قدامنا على الشاشه، فانت قولي لي بقى البرغل ده انت بتجيبيه مطحون وبعدين بتروحي حطاه في ميه ليمون؟ هلا رح نحكي فيها. اول شيء عندي حزمه بقدونس وقطعها ناعم، عندي لكل حزمه بقدونس او باقه بقدونس حبه طماطم واحده. البرغل الناعم اكيد انت بتجيبيه ناعم. برغل مطحون. مطحون. بس في المطحون كتير هذا ناعم يعني زي بيبين عنا على الشاشه. ده اللي بيبقى عامل زي الخرز كده وسط الاكل دي. البرغل اللي هم بيحطوه اللي هو اللي بيعملوه دايما الاحمر بيعملوه بالصلصه ده. هنا ما كنتش عارف ان هم بيحطوه في التبوله.
انا برضو بالنسبه لي جديده ان هو يتحط في وسط سلطه التابوله، يعني متعود عليها انها بالخضار والحاجات اللي عليها دي بس، مش عليها اضافه ثانيه. في حاجه مرمله كده بس ما كنتش عارف ان هو بربر. فقلت هتحط نقعد ميه الليمون، نقعد ميه الليمون لحتى بعد ما نسكبه او نقدمه ما ينزل منه كتير سوائل. لازم تجيبي الليمون وتنزل تعصريه وتحطيه فيها لحتى تصير يعني تنفش البرغله تستوي او تستوي. أيوة مثلا مش بتقسل. هلا وعندي نعناع اخضر ممكن استبدله لو متوفر بنعناع يابس او مجفف، بس انا بفضل صراحه النكهه الاخضر. وعندي بصل كمان اخضر وكلهم قطع ناعم، وللتزيين رمان. الله الله. اول شيء عندي البقدونس رح اضيف عليه الطماطم. انت قلتي طماطمويه مقطعه صغير قوي ناعم كتير كتير. بس البتاع ده مشكلته التبولة دي انها عايزة تقطيع رقيق قوي. هي ما انا كنتي انا عايزة عربيتي مقطعها بالسكينة ولا لا بالسكينة. يا ودي يا ودي صعب انها تتحط في الكبر. هلا هي البرغول طبعا منضيف منشوف قديش مثلا نحنا بحاجة ضيف على عدة مرة. هي النعناع ورق بس مش حاطه ايدين. لا ممكن كلك ممكن تضيفي ممكن لا. وهي البصل الاخضر. انا ما عنديش برغل ينفع اعملها من غير برغل ولا اساسي؟ لا اساسي جدا البرغل. هو طب البصل الاخضر اساسي للي ما بيحبش؟ ممكن تضيفي بصل يابس لو انت قصدك نكهه. ممكن استغنى عنه تماما؟ لا يفضل تضيفي لان عن جد بيعطي نكهه كتير لذيذه للتبوله. واهم شيء زيت الزيتون. زيت الزيتون وكل ما كان الزيت الزيتون طيب كل ما طلعت اطيب. مش هتحطي بقى ليمون ولا كلام؟ انا الليمون لانه اعفي البرغل. خلاص يعني نشوف الرز هون. انا بعد ما سلقته رح اشيل عنه التوابل بقى الخشنه لحتى ما تطلع وتضايق بالاكل. ايوه تبقى مشكله. انت قلتي لا حطيتي لكل كوبايه رز كوبايتين ميه وحطيت وفي الاخر خالص بعد ما يستوي قلتي 90% من السواد تروحي مصفياه بتصفي وبتتركيه بقى على البخار بقى يكمل ال 10% اللي باقيين له في السواد بتاعه. ايوه لحتى بس يتهدى. وطبعا انت بهي المرحله بتحطي الملون او الزعفران. وقلتي هتحطي في الاخر الزيت. ممكن تضيفي زيت ممكن لا. ممكن ما اضيف زيت اصلا. ايه اكيد ما قلت لك هذا الرز يعني كثير منيح للي يعني بيحب الرز بس انه ما بده يكتر يعني نشويات. حلو جميل تمام. يبقى احنا كده الشيش طاووق تمام. الرز يعتبر خلاص بيتشرب كده بلغتنا بالمصري. أيوة. خلاص داخل على السوا والسلطه خلاص رح نحركها ونقدم يعتبر بتتعمل برضو. انت لسه انا بقى اجيب لها ليمون تبوله. لا هي لل رح نعمل عصير بقى. العصير نسيت ان احنا معانا عصير النهارده بالليمون بالبرتقال ولا ده يسري اليوسفي. رح طفله بس حبه واحده صراحه كتير بتعطي نكهه طيبه لهذا العصير. وعامله كوكتيل ما بين فيتامين سي اللي في الليمون على فيتامين سي اللي في البرتقال يعني حلو. في ما قلت لك فوائد كتير كبيره. هلا مثل ما شايفين هي لسه هو بحاجه كمان ينشف اكثر. ايوه هلا هي ولا تسيبيه كده؟ لا انا تركته هيك بس لحتى ينشف يعني يستوي ينشف المي بتاعته. ممكن لو غطيناه بس نتركه هيك شوي مفتوح. تمام جميل. وهي رح نحركها ونقدمها وبنشوف مثلا لو هي بحاجه تحامض ممكن نحط ملح الليمون حتى انها ما تنزل سوائل. ولو بحاجه زيت كمان بنضيف زيت عليها. هلا خلينا عصير نحن نقدم العصير. العصير المكون الجديد اللي انا بدي اضيفه عليه هو الشربات او الشيره. شربات شربات الكنافه والبسبوسه والحاجات دي رح نضيفه لانه بيعطيني قوام رائع جدا جدا. طب ليه ما احطش عسل بدل الشربات؟ اشمعنى شربات كمان ممكن بيصير؟ العسل برضو اكيد بيصير. دول تقريبا ليمونتين. هلا اول شيء انا عندي 4 أكواب من المي. طيب مقادير ان شاء الله تنزل معانا على الشاشه دلوقتي. لتر من الميه وعليه هتحطي تلج اكيد حتى معاها وهي بت في بيلف في هلا 6 أكواب من الماء. 6 و4 4. انا عملت مقدار ونص. انا ضفت بالسرح احكي مقدار واحد. أيوة. لحتى اللي بده يزود عليه ممكن يزود عليه. بالضبط. عندي انا تقريبا 2 حبات من الليمون
وعندي عصير ليمون. عصير ليمونتين. يعني عصر ليمون لوحده كده بره ليمونتين. ليمونتين. وتحطي الليمون علشان تاخدي برضه المزازه بتاعت الليمون بالقشر بتاعه. أيوة ده جميل. هلا القشر ممكن يعطيني مرار مشان هيك انا استغنيت عنه ما حطيت بقشر ابدا. في ناس بتعمله وبعدين ترجع تصفيه. انت لا اخترتي انك من الاول اهم شيء نشيل البزر لحتى ما يعطينا نكهه المرار. تمام. هلا رح نضيف واليوسفي كمان اختياري هي. ممكن نحن هذا يبقى ميكس جميل. هي اليوسفي وهي عصير حبات الليمون طبعا كلها انا شايله الليمون. انت رجعت تصفيها تاني ولا خلاص بقى؟ هلا فيكي تصفيها وفيكي لا، بس انا صراحه بحب صفيها. هيبقى تفل كتير يعني. يعني ممكن تضيفي شوي ممكن تضيفي انت شوي بقى حسب الرغبه تبعك. في ناس بتحبه بتفله بتحس ان هو كده ايه مغذي. الالياف برضو بتاخدها كده من صحيح. هلا كمان رح ضيف مكعبات من الثلج تبقى مجروشه برضو لطيفه بتخلي الميه تسقع اكيد. هلا انا ما رح اضيفها كلها دفعه واحده مشان ما تكون انخلطت زياده، بس بعد ما ينخلط رح ضيفه. تمام. حطيتي المقادير كلها الليمون واليوسفي والنعناع وعمين خلاص في شربات فين الشربات هو عمين خلط رح اضيفه. احتراماتنا وسلامتنا لسيادتك عصير الليمون. طعم من الحاجات مفيدة جدا جدا دلوقتي وخصوصا مع دخلة الشتاء اللي بترفع المناعة وبتخلي الجهاز المناعي يشتغل بشكل كويس. وفي معاه نعناع. النعناع برضو مفيد جدا. ما اعرفش صراحة ايه الفوائد بتاعته مش فاكرة. فاكره حاجات كتير. فاكره بحسن كتير جدا بس مش فاكره الفوائد. ما هو لا هو جميل قوي وريحته حلوه وطعمه جميل بس ايه الفوائد بتاعته مش فاكره. هلا احنا طبعا نزلت الشربات حبه بحبه. رح نزله هو بنزل وبخلط. في ناس ما بتحطروش اصلا سكر خالص عصير الليمون. هلا شوفي بحب كده يبقى هو شربات من غير اي سكر او القطر او الشيره فهي لقوامه تعطيه قوام وبيعطيكي لون زيادة أخضر. أيوة جميل. هلا رح نرجع نضيف باقي حبات الثلج. انت ضايفة كم حبة كم مكعب تقريبا تلج؟ قالب كامل ضفت اللي هو بيبقى فيه ايه 12 باين ولا 6 24 24 مش كتير قوي كده. انت بتضيفي حسب الرغبة. في ناس بتحب تحطه كده زي ما هو. الخلاط يعني اصلا احنا كنا نحطه من غير ما يلف مع الخلاط يعني. في ناس بتحبه لا يبقى متلج كده ومشبر مشبر كده زي الجو النهارده الصبح كان مشبر جدا فعلا. طبعا ممكن تدوقي انت وتشوفي يمكن في ناس بتحب السكر تزود عليه. كده خلاص بقى تمام زي الفل. هيك صار عندنا جاهز. هلا انا رح صفيه. انت هتصفيه بس تصفي بيعطيكي لون زياده اخضر. ورجعنا للمطبخ مره تانية وخلاص غاليه طلعت الرز والشيش طاووق خلاص تمام. لسه بقى السلطه بتقلب. هي وصلتي لحد فين في السلطه؟ هلا هون السلطه صارت جاهزه. انتوا شايفين بشوف فيها حاجه حمراء. بعض الناس بتحط فيها سماء تقريبا بعض المطاعم ولا ده حاجه تانية؟ فلفل حاده فلفل احمر مطحونه سماء. اي مطحون يا يعني الخشنه بتكون. اما سماء لا ما بينحط لها. طبعا هي احنا ممكن نضيف لها خس كمان بس يكون مفروم كتير ناعم. هلا مثل ما شايفه كميه البرغل انا ما ضفت اكثر فهيك تكون صارت عنا جاهزه. تمام. طبعا دي حديد وفيها فيتامين سي كل حاجه. حطت الرمان اعتقد لا لسه هي قالت التزيين. التزيين في الاخر. العصير تحفه لونه يفتح النفس. اهم شيء الخس هي الشربات اللي بتعطينا هذا اللون. شوف بقى البتاع بقى لما نعمل من قشر الليمون. قشر الليمون بيترمي. غاليه ترميه. لا ما ترميهوش. ترمي جميله كده. اكيد انا قشر الليمون يلي عملته بالعصير اخذت قشره وحطيته. هلا ممكن نضيفهم بهذا الشكل. يا سلام يا سلام كثير كثير طعمهم مع بعض طيبين. بس يا سلام كمان لو يعني مش مزز الرمان لما بيبقى مزز.
بيبقى مش لطيف. اه في الطعم بيبقى مش مستساغ قوي. بس صراحه شعري تركيا معده الشطره برضو رزق. يا دي سلكي حالك اشتريتيه خلاص فانت مش هترميه، حطي عليه سكر ونقعيه شويه في حبه ميه اعملي كوشات. وهيك بنكون جاهزين، وهي الرز قدامنا. لو نشوفه كمان كيف خفيف اكتر بيكون من العادي يعني. بس انا ملاحظه رزايه صفرة خالص ورزايه فاتحه، انت ده يعني تشويحه التوابل ولا ايه بالظبط؟ لا هي ما دخل، انا حطيت عليه زعفران. بس زعفران مش برتقاني، اصفر. بس بتحطيه بكم يعني بتحطي كمية قليلة بيعطيكي لون أصفر، وبتحاولي لحتى ينشف تماما بتضيفي عليه الزعفران، لأن لو كان مو ناشف وضفتيه فرح يصير كله أصفر. بتأكدي إنه نشف تماما بعدين رح يضيف. يعني أنتي أنا شفتك المرة اللي فاتت بتحطي اللون الطعام كده، هو خط بس كده، خط كده بدون ما حط عليه كله. بس خط خطوط كده، فبينزل الخط ده فبيطلع لك الرز اللون. قبل ما تسكبي بيطلع معك هيك. والعصير هي قدامنا، مو شايفين كيف لونه طالع أخضر شهي. تسلم ايديك. الله يسلمك يا رب، وان شاء الله صحتين وعافيه على قلكم جميعا. وجربوا سهله وجميله. تسلم ايديك ويخبرونا فيها. اكيد اكيد باذن الله تعالى. تسلم ايديك يا شيف غاليه. وصلنا معاكي لنهايه الحلقه النهارده، التبوله والرز البسمتي والشيش طابوق وكمان عصير الليمون بالنعناع. الحقيقه ولا احلى من كده، يرفع المناعه وكمان يبل الريق كده زي ما احنا بنقول. شكرا ليكي وشكرا لكل مشاهدينا متابعينا على حسن وطيب المتابعه. شكرا لك يا تسنيم. شكرا لك يا ندى، وشكرا لكل اللي بيتابعونا على الشاشه او عن طريق التليفونات والنت.